بسم الله الرحمن الرحيم. كاظم اللامي شاعر وكاتب ومخرج مسرحي عراق. من الحالات الصحية والمهمة في خلق صيغة جمالية إبداعية عامة تدخل في صلب الثقافة للفرد العربي والكوني هي جزئية التلاقح والاحتكاك المسرحي وتبادل الخبرات بين أبناء الوطن. وهذا الأمر وجدنا مصادقه الحقيقية لدى الهيئة العربية للمسرح من خلال هذا الجهد الكبير المتمثل بالنشاطات المتعددة التي تبنتها فكرياً ومادياً وكان لها الأثر الملموس في انطلاقات كبرى ذللت كل العوائق من أجل ترسيخ وعي مسرحي مهم لدى الفرد العربي، حيث وجدنا الاهتمام الجاد بالمسرح المدرسي وكتابة الناس ورصد الجوائز القيمة، فضلاً عن اللقاءات والاجتماعات في نقل الصورة الحية لمدى التطور المسرحي لدى البلدان العربية. بالحقيقة أشد على أيدي القائمين على هذه المؤسسة المسرحية المهمة التي أعتبرها خيمة للإبداع العربي، ومن الأمور التي أتمنى أن تحظى باهتمام الهيئة كجزء من النصيحة هو مسرح البانتومايم. يجب أن يتسلط عليه الأضواء ويجب أن يؤخذ بأيدي القائمين عليه في الوطن العربي لما له من أثر كبير وثقافة مترسخة في هذه الأيام لدى المسرحي العربي. كما أتمنى صادقا أن تكون هناك مخرجات مميزة لإدارات الهيئة في العواصم العربية وترسيخ العملية الديمقراطية بانتخابات فاعلة للهيئات العربية وتبني أفكار وأعمال الشباب والمحترفين بعروض مسرحية يجب أن يكون جميع أعضاءها من الوطن الواحد بحيث يكون لكل دولة ممثل لها في هكذا عروض. وفي النهاية أبارك للهيئة وأعضائها خطواتهم الجادة والمجتهدة والرائعة في إرساء سفينة المسرح العربي على شاطئ النجاح والإبداع. كاظم اللامي.